في الحي وما كناش نتوقعوا هذا الشيء غيطرا وغيخرج من هذاك السيد. هو رغم عده سوابق اللي عنده بزاف ديال الاجرام، عده سوابق منهم كان رمى الزوجه ديالو من الكاتريام ايطاج، عاود كان رمى واحد السيده من الدوزيام ايطاج، كان دخل على واحد الحلاق هنا في الدرب حتى هو كرفصو، كان ضرب واحد الدري ولد الدرب حتى هو بجنويه وخرج. واش غنقول لكم، هادشي ما كناش تنتسناو، حنا تنقدموا التعازي للعائله المرحومه حنان ولا اله الا الله، تنطلبوا اقصى العقوبات. وهادشي اللي ولا تيخلع عندنا في البلاد راه بزاف، راه بزاف، لا اله الا الله محمد رسول الله، راه بزاف، راه الفانيد خارج على الشعب، الشراب، حشيش، بزاف ديال الحوايج، بنادم راه قلاش ما يدار، ولكن هاد السيد راه الجريمه اللي دار راه ما كيتقبلهاش عقل، راه الحي كامل مروع لحد الان، راه حنا ما داخلاش لينا لدماغنا. ها كان تيوقف حدانا، راه هاد البلاصة كان كيفطر هنايا، تيكمي كارو هنايا، كيتم غادي عادي، تيضحك، كيدوي مع الدراري، أما باش غنقول لكم تنتسناو منه هاد الشيء، لا، وتصدمنا بأنها عام عنده في الدار وهي ميتة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هاد الشيء اللي غنقولو. واش ما أنا لحد الآن مصدوم، ما عنديش باش غنقول شي حاجة اللي غنزيد، وحق الله ما قدرتش والله، والله مصدوم خويا، اسمح لي.